قال نرجو توضيح غسل الجنابة للرجل. غسل الجنابة تبدأ كالآتي: إذا كان أنت عليك جنابة بتدخل إلى المغتسل بتاعك الحمام ونحوه، بتغسل يديك ثلاثا. أولا ولو كان في يديك أذى ما تدخل يدك في الإناء مباشرة، لو تبي تغتسل من إناء مفتوح ما تدخل يدك مباشرة، تفرغ على يدك ثلاثة، تغسل يدينك. بعد ما غسلت يدينك ثلاثة مرات بعد ذاك أنت تغسل مواضع الأذى، لو كان في شيء من الأذى على جسمك تغسله في مكان فرجك، تغسل مكان الأذى. بعد ذاك تتوضى وضوءك للصلاة، الوضوء العادي، وضوء كامل. بعد ما توضيت بعد ذاك تغسل رأسك بالماء ثلاثا وتخلل الشعر، تخلل شعرك لو شعرك كثير عشان الماء يتصل إلى داخل الشعر، ثلاثة غرفات على رأسك. بعد ذاك تغسل جسمك الأعلى قبل الأسفل والأيمن قبل الأيسر، تبدأ من فوق وتغسل الشق الأيمن كله من أعلى إلى أسفل، بعد ذاك تغسل الشق الأيسر من أعلى إلى أسفل. لو قبيل كنت في الوضوء، في الوضوء قبيل غسلت رجلينك خلاص انتهى. لو اتوضيت لحد أذنينك فقط ما غسلت رجلينك، تغسلهم الآن مع الغسل، كده انتهى الغسل على السنة، تلبس هدومك وتمشي الجامع طوالي.